قيامة المسيح في عالم مضطرب. المسيح قام، بالحقيقة قام. كل عام وأنتم جميعا بخير. قيامة المسيح أساس إيماننا ورجاؤنا، والقبر الفارغ شهادة عظيمة لنصرة المسيح على الموت التي فتحت لنا أبواب الرجاء والخلاص. لنهتف مع الرسول بولس: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ من هذا القبر الفارغ ومن حدث القيامة المجيد نتعلم أن بعد الصليب قيامة، وأن الكلمة الأخيرة هي لله صاحب السلطان، وأن الرجاء الذي يقدمه لنا السيد المسيح في قيامته هو أقوى من الموت. جاء حدث القيامة متغلبا على كل الاضطرابات التي عاشها التلاميذ، وقضى على كل المخاوف التي كانت لديهم والشكوك. ففي قلب هذه المخاوف يظهر السيد المسيح نفسه حيا للتلاميذ رغم كل الأبواب المغلقة. كان التلاميذ خلف الأبواب المغلقة يشعرون بالخوف من المجهول واليأس الشديد والإحباط، لكن أيا كانت الاضطرابات التي نجتازها والأبواب المغلقة التي نختبئ خلفها، أيا كانت المخاوف والإحباطات المختلفة أو الشعور بعدم الأمان والخوف من المستقبل أو الحزن أو تشوش الرؤية وعدم وضوح الأهداف أو مشاعر الخذلان والشعور بالوحدة، في كل هذه التحديات تؤكد لنا قيامة المسيح أن الله لا يتركنا نواجهها بمفردنا. هناك دائما أمل ورجاء في أن نجتازها. تحول التلاميذ من مختبئين خلف الأبواب المغلقة إلى أناس يساهمون في تغيير تاريخ البشرية، كل هذا بقوة ويقينية قيامة المسيح. وهكذا يريد الله أن يجددنا، أن يجعلنا شخصيات قادرة على المقاومة والصمود، نكتسب من الظروف الصعبة والتحديات قدرة وقوة واستعدادا لمواجهة كافة الظروف. لقد أعلن المسيح لتلاميذه قبل صلبه في إنجيل يوحنا 14:1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لماذا لا يجب أن تضطرب قلوبنا؟ لأن القلب المملوء بالإيمان بالله لا يضطرب، فهو يدرك أن الله يسند ويدعم. هذا هو الإيمان الراسخ بأن المسيح حي وأنه انتصر على أعتى أعداء البشرية وهو الموت. هذا الإيمان يمنحنا الرجاء فيما هو أبعد من هذه الحياة، كما يعلن الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15:20-22: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس، ولكن الآن فقد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. أحبائي، يدعون الله اليوم للفرح والثقة في النصرة على كل التحديات. إن كنا نؤمن بقيامة فنحن نؤمن بقوة الله وسلطانه وسيادته الكاملة على الكون. نعم، القيامة تؤكد لنا أن الله صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن، فله المجد. قام المسيح، هللويا قام.